أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: يأتي إلى هذه البلاد بعض الكفار، فهل يجوز أن أعطيه من الزكاة لكي يحب الإسلام، علما بأنهم يستلمون رواتبهم من كفلائهم؟ يا أخي، هذا من خصوصيات الإمام، ما هو كل واحد يتألف الزكاة، هذا من خصوصيات ولي الأمر، هو الذي يتألف عليها ويعطي منها المؤلفة قلوبهم، أما عامة الناس فلا. نعم.